كنت رجلا عاديا مثابرا في العمل وسعيد، ثم تعرضت لفيروس الـ HIV، مما جعل مني شخصا مريضا وضعيف. كنت مكتئبا وأصبحت خائفا من نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين، لكنني لم أستسلم ورحت أبحث عن العلاج. وجدت الدواء أخيراً الذي وهبني الصحة من جديد وقوى خارقة. كانت بداية جديدة. قد أصبح الفيروس غير قابل للكشف، وبالتالي غير قابل للانتقال. غير قابل للكشف، غير قابل للانتقال.